مودست حسبي الله ونعم الوكيل. جبتك يا عبد المعين تعني لقيتك. تخيل معايا بس كده حاجة بسيطة قوي. اولا بس يعني بص للمهاجم اللي انت جبته كده وبص للكرة دي. دي حاجة. الحاجة التانية بقى تخيل ان النادي الاهلي فرط في احمد القندوسي تمام علشان يجيب انتوني مودست. وبعد ما جاب انتوني مودست بقينا بنلعب من غير مهاجم زي ما حصل النهارده كده. وسبحان الله بقى اللي يسجل فيك هو احمد القندوسي اللي انت وديته سيراميكا كليوباترا. لك ان تتخيل ان كل ده حصل. انت جبت مهاجم بسم الله ما شاء الله خيال مآتة. على الله حكايته. هي دي اخرة الشراء اونلاين زي ما الناس بتقول. والله العظيم ثلاثة بوست في محله. هو مودست شراء اونلاين. خلصان. هجيلك بقى لاحمد القندوسي اللي انت وديته سيراميكا كليوباترا. احمد القندوسي يا برنس بيقضي افضل مواسمه في الدوري المصري. انت اصلا جايبه متألق من الجزائر. الراجل لما راح سيراميكا كليوباترا قال لك انا هثبت للنادي الاهلي ان انا قدها وان هم او ان مارسيل كولر مشاني وهثبت لك وهثبت لجماهير النادي الاهلي ان الراجل ده غلطان. وفعلا عمل كده. تخيل يا باشا ان القندوسي لعب مع سيراميكا كليوباترا 8 ماتشات. عمل ايه بقى؟ احرز 6 اهداف وعمل اسيست. عايز ايه تاني؟ يا راجل طب حتى يعني عمالين نقول اوعى قندوسي اوعى قندوسي تجيب جول في الاهلي ده هيبقى ابن ران صديق هتضرب ابوك يا خلف اوعى خلف تضرب ابوك. وسبحان الله النهارده خلف القندوسي لا مؤاخذه ده مش ضرب ابوه ده ضرب ابوه وهراه ضرب. لو بصيت كده على الكوره دي اللي يعني القندوسي جاب منها جول في النادي الاهلي ايه يا باشا الاستلامه دي والحطه دي في البعيده بالشمال. انت عايز ايه تاني يا باشا؟ واحد بيخلص لك من نص فرصه بيخلص لك من نص فرصه. عايز ايه تاني؟ هو اللي بيخلص لك من نص فرصه ده انت مشيته تمام وجبت بسم الله ما شاء الله خيال مآتة في ال 18 عايز اللي يشبك له علشان يجيب لك جول.